هذا هو النجم سعد الفريق الملعب الجابسي، عمره 20 عام فقط، ولعب لحد الآن 18 مقابلة من 19 جولة، وساهم بقسط كبير في أنه فريقه يكون اليوم في المرتبة الخامسة في ترتيب البطولة. سعد بكير اللي عرفناه بخصاله الفنية على الميدان
bien sûr, avec la puissance. Saad Ando, aux alentours de 20 km heure. C'est une qualité liée à... Enfin, ma bâche n'est pas dans le terrain. هذاك اللي يخليه هو يعمل لحد الان عامل 17 ماتش على 18 معنا اون طون كجوار تيتولير. المدرب عطاه ثقه كبيره وهو كان قد كونفيرما الثقه هذه وكل شيء بالماتشات اللي عداهم ديسيزيف في مقابلات وان بليس معناها ولد متربي وان شاء الله نتمنى له كل خير. ان شاء الله نتمنى له انه يقعد في نيفو هذا ويحسن الكاليتي نتاعو خاطر بالرسمي يستاهل كل خير. جوار قاعد قادر يكون من احسن الجوار في البوست نتاعو السنه. نرجع شويه لسعد بقير، ما عادش هو راي الحضور في بروز ملاعبيه كيف ما بقير وكيما فرجاني ساسي ملاعبيه وسط تيران اللي عندهم فنيا اليوم قدرات كبيره، معناها سي دي جوار دو كونستركسيون. ممكن احنا في العوام الاخيره كنا مفتقدين في تونس للبروفيل هذايا، معناها حتى تو نرجعوا الكان هزينا الكان بلاعبيه كيما رياض البوعزيزي وكيما قبلوش، ما نعرفش هل انه هذا يدل انه فما تصور جديد في التكوين نتاع لاعبيه وسط تيران في تونس ولا لا، ولا جيت صدفه انه فما بقير وفرجاني ساسي مثلا؟ بقير شوف بقير موهبه ليه واضح موهبه. شوف انا بقير انا تبعته من اول السنه وبعدش نشد عليه شباب الليلي. انا بقير الريجيستر تاع بقير مش الريجيستر تاع ساسي، مش كيف هذا سي ان تيب معناه عنده ان توشي خرق العاده، ستان غوشي كوم تو لي غوشي، عندهم ابداع وموهبه وعندهم ابتكار، والابداع ابداع اللحظه نتاع شلون يعمل باللي صار. تبقى انا يفكرني حتى في الريجيستر نتاعو بكل، يفكرني بزوز ملاعبيه في حمل انف، فكرني بعلي بن عبد القادر، يفكرني بانيس بن شويخه، معناه الى لو ميم بروفيل. تبقى الوليد متربي احاطه تاع والديه باهيه، ونعرفوا احنا الجنوب معناه القيم في الجنوب فما كذا